القلق هو ضيق الصدر، هو نقيض انشراح الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله جل وعلا في القرآن أنه شرح له صدره، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وذكر الله جل وعلا في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يضيق صدره، فقال تعالى: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب، ألم نشرح لك صدرك؟ هذا كلام الله. قد نعلم أنك يضيق صدرك، كلام الله. وقد تدل على التقليل، أي نادرا ما يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يضيق ولا يستمر في الضيق، بل ما إن يضيق حتى ينشرح. ولولا الضيق لما شعر الإنسان بالانشراح، لولا العطش لما شعرت بلذة الشراب، لولا الجوع لما شعرت بلذة الطعام، لولا المرض لما شعرت بنعمة الصحة، لولا الليل لما كان فرق بينه وبين النهار. وهكذا بضدها تتميز الأشياء. وحتى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا لنعمة انشراح الصدر، يمر به غين. غين، فما هو الغين؟ إن لدينا في قاموس الإسلام كلمات جميلة. عندنا الران والغين. نعوذ بالله من الران، ونسأل الله أن يبدل راننا غينا. قولوا أمين. ما الفرق بين الغين والران؟ الران والعياذ بالله منه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تجمع الذنوب على القلوب حتى تحجبها عن النظر إلى علام الغيوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الغين فيحصل بعض الأحيان لعباد الله الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي فأذكر الله فينجلي. إن الغين أشبه ما يكون بسحابة صيف عن قريب تنقشع. إذا برز القمر وظهر في قمته وفي نوره وفي كماله فمرت سحابة، هذه السحابة التي تغطي وجه القمر تسمى غينا. هل هي ثابتة؟ هذه تمر مرورا فينجلي القمر بعدها كما كان منجليا قبلها. كذلك قلب المؤمن تمر به لحظات غفلة أو لحظات نسيان، ثم ما يلبث أن يعود، ولكن السؤال: كيف يعود؟ إذا مر بك غين فدواؤه في ثلاث: بنص القرآن. العلاج الأول تسبيح الله: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. واحد، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كل هذا علاج لغاني القلوب. سبح بحمد ربك. اثنين، وكن من الساجدين. الصلاة، وخصوصا الصلاة في الجماعة، وخصوصا صلوات الليل، المغرب والعشاء والفجر. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا، وكن من الساجدين. ثم الانطلاق في عبادة الله في أي مجال من مجالات العبادة فتح لك فيه الباب: صدقة، زكاة،
أمر معروف، نهي عن منكر، بر والدين، إحسان إلى ذوي قربى، إلى غير ذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. هذه العلاجات الثلاث لغاني القلوب. إذا غان قلبك، شعرت بقسوة، شعرت بغفلة، فما لك علاج إلا علاج القرآن. تسبيح دائم، تحميد دائم، ذكر دائم، صلاة دائمة، عبادة دائمة، مشاركة في جميع أبواب العبادات على قدر الاستطاعة. طيب، افرض أن زيدا ما من الناس حصل على قلبه غان فلم يسبح ولم يذكر الله عز وجل، ثم جاء وقت الصلاة فلم يصلي، فيكون على الغاني غان آخر ثم غان آخر، ثم ينتقل الإنسان من الغين إلى الران. فالغان أول الران، فمن عالج الشيء في أوله زال، ومن تركه حتى يستأصل أو حتى يتمكن منه صعبت إزالته. عندما تنبت شجرة، في أول يوم خرجت من الأرض، سهل اجتثاثها، صح ولا لا؟ لكن لو تركتها حتى كبرت وتفرعت فروعها في الأرض، تفرعت عروقها في الأرض وفروعها في السماء واشتد أصلها، هل يمكن اقتلاعها بسهولة؟ هكذا إذا اقتلعت الغين وعالجته من أوله سهل عليك المحافظة على قلب سليم. أما لو تركته بعضه على بعض أثر على قلبك، فانتقل قلبك من البياض إلى السواد، من اللين إلى القسوة، من الحياة إلى المرض، بل حتى من المرض إلى الموت، ومن الانفتاح على القرآن إلى التغفيل في وجوه آيات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن سؤال الأخ عن أسباب الضيق، ضيق الصدر وما يسمى بالقلق، يمكن أن نختصرها في خمسة. وفي هذا اليوم سأقص عليكم قصة قرآنية الكل يسمع عنها، ولكن خيوط هذه القصة تخفى على كثير من الناس. أسباب الضيق خمسة. السبب الأول الغفل عن الله. كلما يغفل المرء عن ربه تضيق صدر، ولذلك قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم في غفلة معرضون. إذن الغفلة سبب لضيق الصدر، ولا علاج للغفلة إلا بذكر الله. واحد. اثنين، الجهل. الجهل سبب لضيق الصدر، وخصوصا الجهل بالله والجهل برسول الله والجهل بشرع الله. فمن جهل أسماء الله وصفاته وأفعاله ساء ظنه بالله فيضيق صدر. من جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وما بعث به من الرحمة ساءت ضاق صدره. وكذلك من جهل الإسلام وأحكامه وما فيه من حكم ضاق صدره. السبب الثالث من أسباب ضيق الصدر عدم التفاؤل. عدم التفاؤل يعني التشاؤم. فيه بعض الناس متشائم من كل شيء، لا يتفاءل البتة. إذا رأى سوادا قال هذا الموت،
وإذا رأى شخصا قال هذا جاي بيورطنا، وإذا رأى امرأة قال هذه شيطانة، وكلما رأى شيئا ألصق به تهمة بشعة شرها يبدأ به هو أولا، نسأل الله العافية. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، فإذا دعا الإنسان على نفسه بالشر فجاءه الشر فلا يلومن إلا نفسه. كذلك إذا تفاءل الشر ونطق لسانه بالشر ووقع عليه الشر فلا يلومن إلا نفسه. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، فمن قال خيرا وجد خيرا، ومن قال غير ذلك وجد غير ذلك. ذا التفاؤل مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن. ضاقت الأرض بما رحبت على النبي وصحابته يوم الحديبية، قد لبسوا الإحرام وخرجوا من ديارهم إلى بيت الله الحرام، ولم يبق بينهم وبينه إلا قليل من المسافة من الشميس إلى الحرم. الحديبية هي الشميس الآن، نقطة التفتيش، قد وصلوا لهذا المكان، كم باقي بينه وبين الحرم؟ قليل. فوقفت قريش قالوا والله ما تدخلوا علينا، ولا تصلوا للمسجد الحرام، ولا تدخلوه، ولا تطوفوا بالكعبة، ولا تسعوا، ولا تتموا العمرة، ترجعوا من هنا دياركم أو الحرب. الصحابة ما جاءوا مقاتلين محرمين، حتى لم يأتوا معهم بسيف، ما جاءوا بسلاح، محرم لبيك اللهم لبيك، يقاتل بماذا؟ فانظر إلى التفاؤل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان لأنه كان محبوبا في قريش، ورجل ما كان له عداوات وما كان عنده مشكلة، فلما جاء إليهم قالوا يا عثمان أنت تبغي تعتمر اعتمر، هذه الكعبة قدامك. قال لا والله أنا ما أعتمر حتى يعتمر رسول الله. قالوا إذن خلاص كيفك، أنت الآن أسير عندنا ولن ترجع إلى محمد، احنا سنمسكك وعندنا خطة سنعملها. ما هي الخطة؟ سنقول لمحمد وأصحابه أن قد قتلناك، وأن من دخل الحرم قتلناه كما قتلناك. يا لطيف، عثمان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتيه الخبر من فوق سبع سماوات، قال خلاص افعلوا ما شئتم. قالوا خلاص اقعد هنا، تبي تعتمر اعتمر، تبي تقعد في الحرم براحتك، ودعنا نحن وشأننا مع محمد عليه الصلاة والسلام. أرسلوا إلى النبي رسولا كذوبا، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عندهم كذوب، قال يا محمد إن قريشا قد قتلت عثمان، وإنها تقسم باللات والعزى ومنات وكل ما تقسم به العرب أنك لن تدخلها عليهم، لا أنت ولا أحد من أصحابك، إلا فعلوا بك كما فعلوا بعثمان. ويأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ألا إن عثمان لم يقتل، إذن لن يستطيعوا لا قتلك أنت ولا قتل أي أحد من أصحابك. الخبر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر الثاني اللي جاء للناس من الناس سمعته آذان الصحابة، قتل عثمان وليدخل يقتل، هذه فرصة ليختبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. سمعتوا يا صحابة قريش تسوي؟ اللي يدخل الحرم بيقتلوه، يلا. فيقف تحت شجرة سمرة، شجر السمر شجر كبير معروف مظل، يقف تحت ظل هذه السمرة ويمد يده أمام أصحابه المحرمين ويقول أيها الناس من يبايعني على الموت فندخل إلى بيت الله الحرام فنموت نقتل فيه. فما تخلف أحد من الصحابة، كلهم جاءوا فبايعوا على الموت، واحد اثنين ثلاثة أربعة، قال الله يد الله فوق أيديهم، خلاص انتهت بيعة تمت، حصل رضا الله من فوق سبع سماوات، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم من الصدق فأنزل السكينة عليهم، ما عاد في خوف، نزلت سكينة ذهب الخوف. ولذلك لما نزلت سكينة كل واحد تقدم بايع، ما عاد في خوف من الموت بسبب نزول السكينة. فأنزل السكينة في قلوبهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. انظر إلى الآمال المتجددة، هم بايعوا على الموت والله يقولهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. طيب قبل الموت والله بعده، قبل الموت إذا ما في موت في هذه الحالة، شفت كيف؟ ثم لما بايعوا وصل الخبر إلى قريش، الجماعة مستعدين للموت. قالوا لا لا لا، ما دام الجماعة استعدوا للموت لن يموتوا حتى يموت مثلهم منا، إذا نشوفوا لنا حل ثاني. قالوا خلينا نشوف واحد اسمه سهيل بن عمرو، الرجل سهل طيب حبوب، نرسله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا سهيل بن عمرو، فلما أقبل سهيل، شوف الفأل التفاؤل عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقبل سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل هذاك الجاي من هو؟ قالوا هذا سهيل بن عمرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم سهلت سهيل، سهلت وعامر العمرة من العام القادم، سهلت العمرة. شفتوا كيف؟ وفعلا جاء سهيل ومتشدد وشروط، وكتبت الشروط، يكتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول سهيل لا، من الرحمن؟ الرحمن ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي امسح اسم الرحمن واكتب باسمك اللهم، فيقول علي لا والله لا امسح اسم الرحمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب، اين هي؟ وين اي الكلمات؟ فيأخذ سهيل أصبع النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه على الرحمن الرحيم فيمسحها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقرأ ولا يكتب وهو معلم القراء والكتاب عليه الصلاة والسلام. وينزل القرآن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. يكتب من محمد هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع قريش، يقول سهيل لا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما خالفناك، امسح رسول الله، قل محمد بن عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امسح رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، يقول علي والله ما امسح رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أين رسول الله؟ وين؟ فيأخذ سهيل أصبعه يضعه على رسول الله فيمسح ويكتب محمد بن عبد الله. تنتهي الاتفاقية، وعمر قد بلغ به الغضب ما بلغ، الرحمن مسح ورسول الله مسح، وبعدين إذا جاء واحد من قريش مسلم، إذا جاء مسلم هارب إلى المسلمين من مكة يرجع، وإذا جاء واحد من المسلمين لهم يمسك. قال يا رسول الله إيش الاتفاق هذا؟ يستحي يذهب إلى أبي بكر، يا أبا بكر أن أعطى الدنية في ديننا؟ يقول أبو بكر أليس برسول الله؟ يقول نعم. يقول خلاص أصبر يا عمر. ويأتي فعلا التفاؤل الذي تفاءله النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما جاء سهيل سهلت، وفعلا كان هذا الاتفاق سبب فتح مكة، كان هذا الاتفاق سبب دخول الناس في دين الله أفواجا، كان هذا الاتفاق سبب فتح حنين وغزوة حنين بكاملها وغنائم حنين. كل هذا حصل بسبب كلمة سهيل لما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم الأمور سهلت. تفاءلوا الخير تجدوه. إذن التفاؤل من أسباب انشراح الصدر، وعدم التفاؤل والتشاؤم من أسباب ضيق الصدر. بعض الناس يتشاءم من أي مرض، مجرد ما يشوف ورمة الله المستعان سرطان. الكل لك ما ضربوا حاجة وتورم هذا سرطان، انتهى الموضوع ما في كلام. إذا أخذت سخونة خلاص حموت كما يقول بعض إخوان، يعني ما في غيره. تفاءلوا الخير تجدوه. الإسلام يأمرنا أن نعيش بالآمال بالتفاؤل، ولذلك قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني شو تفاؤل المؤمن؟ لا يتوقف على الدنيا، متفائل حتى في الآخرة، حتى في الآخرة يتفائل. وين؟ في الفردوس الأعلى وأنه قاعد في الجنة ينظر إلى الله، ها
هذا التفاؤل الصح. أيضا من أسباب ضيق الصدر الدائم العجلة. العجلة دائما تسبب الضيق، فلا تكون عجولا، تأنى، ففي التأني إيش؟ السلامة، وفي العجلة الندامة. لا تتخذ قرارا سريعا، دائما ريث تريث، حتى لو كان الأمر واضحا. يعني لو جيت مثلا تخطب ورأيت بنت وجميلة وكل المواصفات، ما تقول خلاص أعقد الآن، ملك الآن، لا تريث. أنت ما رأيت إلا صورة، باقي شيء ثاني، باقي أخلاق، باقي باقي باقي، تريث، اسأل عنها، استخير الله. فلا تتخذ قرارا سريعا إلا بعد ثلاث أمور. الأمر الأول استخارة الله عز وجل، والأمر الثاني استشارة أهل العقل، والأمر الثالث ما هو؟ أن تنظر أنت بعقلك أيضا، ولا تقتصر على عقول الآخرين، وتميز بين أقوال أهل الرأي. يعني هذا زيد قال لك افعل، وهذا عمر قال لا تفعل، فأنت لا تكن فقط إما على اللي قال زيد تمشي معه أو قال عمر تمشي معه. قف مع نفسك وعقلك، وانظر فيما قال فلان وسأله لماذا قلت، وفيما قال فلان وسأله لماذا قلت، ثم احكم بعقلك، شاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، لابد لك من عزيمة واستخارة واستشارة قبل اتخاذ أي قرار. إذن العجلة في أي قرار فيها الندامة، إلا في ثلاث قرارات. ثلاث قرارات لا تؤخرها، استعجل فيها قدر الإمكان. ما هي؟ القرار الأول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ما تقعد تشاور إيش رأيكم نروح نصلي؟ هذه ما فيها مشورة. طيب، ولا تقول خلنا نستخير الله نصلي، ولا لا أبد. إذا أقيمت الصلاة توكل على الله، روح صلي. المسألة الثانية، إذا عندك بنت في سن الزواج وجاءك خطيب صالح كفو، لا تأخرها، لا تقول خلينا نشاور ونشوف أمها ايش بتقول، بيروح عليك الرجل الصالح. الرجل الصالح كنز، ما هو مثل المرأة الصالحة. المرأة الصالحة ممكن كثيرة، لكن الرجل الصالح قليل. فاحرص على الرجل الصالح لابنتك أكثر من حرصك على البنت الصالحة لولدك. لماذا؟ لأن ابنتك ستنقطع مع هذا الرجل، فإن كان صالحا أصلحها، وإن كان فاسدا أفسدها. أما ولدك عندك سيأتيك بالبنت، إن كانت صالحة الحمد لله، غير صالحة يقول له غير عتبة بابك انت الموضوع، لكن الرجل تقول له غير يقول لك لا، ايش دخلك انت، انا تزوجت لا تكلمني. مفهوم؟ هذا الأمر الثاني استعجل فيه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المسألة الثالثة التي تستعجل فيها اتخاذ القرار، الميت إذا مات استعجل في تغسيله وتكفينه ودفنه، ولا تقول إيش رأيكم خليه في الثلاجة كذا شهر شهرين، ممكن جماعة يجوا يصلوا عليه. والله لا، مات خلاص يا جماعة، استعجلوا، طلعه، غسله، كفنه، أقرب مقبرة تدفنوا فيه. ما تقول والله وصى أنه يدفن عند أبوه في الشرقية، إيش وصى يدفن عند أبوه بكيفه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والإنسان لا يدفن إلا في المكان الذي خلق منه. ولذلك قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه رفع العالمين في التفضيل بين الحرمين، لأن العلماء اختلفوا مكة أفضل أو المدينة أفضل، فقال الشيخ الإمام السيوطي رحمه الله قال: ومن نظر في التفضيل بين مكة والمدينة فإنه لا يجزم بتفضيل أحدهما أو إحداهما على الأخرى، ولكن لا بد من التفصيل. طيب يا سيوطي، ما هو التفصيل؟ قال: إن أفضل بقعة على وجه الأرض إطلاقا
هي البقعة التي حوت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جسد النبي أفضل مخلوق خلقه الله، ولا يخلق أفضل مخلوق إلا من أفضل بقعة. وإذا كانت الكعبة المشرفة هي سر تكريم مكة وتشريفها، يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حرمة مسلم واحد عند الله أعظم من حرمة الكعبة، فما بالك بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. اثنين، قال: ثم البقعة التي حوت البيت الحرام الكعبة، هذا الفضل الثاني. قال الثالث: ثم الروضة التي في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رقم ثلاثة في الفضل، لأنها روضة من رياض الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، بقية المسجد الحرام. خمسة، بقية المسجد النبوي. ستة، مختلف فيه، والصحيح بقية مكة لأنها كلها حرم، ثم بقية المدينة لأنها أيضا كلها حرم، لكنها حرم أمان وليست تضاعف فيها الصلاة، بينما مكة حرم أمان وتضاعف فيها الصلاة. واضح؟ هذا عن التفضيل. رقم خمسة، من أسباب ضيق الصدر مصاحبة أصحاب السوء. في بعض الناس إذا صاحبتهم ضاق صدرك بمجرد مجالستهم، ولذلك قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا صاحبت هذا الشخص كان مصيرك مصيرة، يكون أمرك فرطا، ومن أصبح أمره فرطا دام همه والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، إذن هذه الخمس أسباب الضيق، وهنالك أسباب أخرى عابرة تضاف لهذه، منها المصائب. بعض الناس إذا وقعت المصيبة ضاق صدره، مات أبوه ضاق صدره، مات أخوه، مات قريب له، يضيق صدره. هذا الضيق لا يسمى ضيق، لأن هذا ضيق زائل، هو نوع من البلاء. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا الضيق الذي ينتج عن مثل هذه الأشياء، مثل موت ميت أو مصيبة أو حاجة، هذا لا يسمى ضيقا، لأنه لو صبر عليه لوجد عليه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم ودمعت عيناه، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا شيء لا يسمى ضيق، المراد بالضيق الضيق المستمر الدائم، نسأل الله العافية. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه.